السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عجل منذ قليل هذا الخبر الصادر الغنوشي في ميزان الاحتجاجات التونسية. تشهد العاصمة التونسية ومدن عدة في البلد احتجاجات غاضبة منذ منتصف شهر يناير كانون الثاني الجاري للمطالبة بسياسة اجتماعية أكثر عدلا ولا طلاق سراح عشرات المتظاهرين الذين اعتقلتهم السلطات الأمنية قبل أيام، وهي مظاهرات تأتي بعيد اضراب عامة دعا اليها العاملون في القطاع العام اعتراضا على رفض الحكومة رفع ايرهم، وهو مطلب محقق بتأكيد بعد ان تسببت حركات وتيارات سياسية رئيسية بازمة اقتصادية خانقة عايشها التونسيون منذ سنوات. ورغم ان الاضراب العام كان شاملا وانضم اليها عاملون في اماكن حيوية متعددة مثل المطارات ومحطات القطارات والمواد، لأن الحكومة المعدلة التي رأسها هشام المشيشي لم تلفت إلى هذا الأمر، حيث استطاعت انتزاع ثقة البرلمان بأغلبية مطلقة رغم اعتراض نواب حزب الدستور الحرة الذي تتزعمه عبير موسى على ذلك مع كتل نيابية أخرى بينها الكتلة الديمقراطية، إضافة لشخصيات مستقلة وتشكيل التعديلات الحكومية التي اقتصرت على وزارة الداخلية تحديدا كبير إيران للمتظاهرين. لا سيما أن الأجهزة الأمنية التابعة لوزاراته تعاملت معهم بقسوة واستخدمت العنف ضدهم إذا قتل متظاهر واحد على الأقل حتى الآن، بينما يقع آخرون خلف القضبان. وهذا يعني أن المشيشي والبرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي سيواصلان عدم ملابتهم باحتجاجات الغاضبة ومطالب المتظاهرين، الأمر الذي يعني دخول البلد في أزمة جديدة، خاصة أن المظاهرات لم تتوقف بعد. وفي العلوم أن الأزمة المعيشية في تونس تبدأ المحرك الأساسي لاحتجاجاتهم، وهي اختيار مصيري بالدرجة الأولى لحركة النهضة الإخوانية التي يقودها الغنوشي، ذلك أن المحتجون يطلبون محاسبته في حل البرلمان الذي يترأسه ويهيمن عليه عبر حلفائه، وكانوا قد كرروا مطالبهم بحسب ثقة منهم ومن الحكومة أيضا. لكن الأخير تحدث المتظاهرين وعينت وزير الداخلية، وهو بالأساس متهم بتسفيره على اتحاد علماء المسلمون في البلد الذي يقود عن بعد يوسف القرضاوي، كما أنه وليد الزهبي وزير الداخلية الجديد متورط أيضا في منح تراخيص لهيئات وجمعيات مشبوهة تنشر تطرف الإرهاب في تونس إلى جانب ضلوعه بالفساد المالي. ومع هذه كله أصرت الحكومة على تعيينه في منصبه بموافقة الغنوشي الذي منحه ثقته في البرلمان. ويبدو أن تمسك الغنوشي بالذهبي يعكس رغبته في الاستمرار بالسيطرة على كل مفاصل الدولة، وهو أمر يرفضه المتظاهرون بشدة. وبالتالي وضعت المتظاهرون الغنوشي رجل الإخوان الأول في تونس في مواجهة مباشرة مع المحتجين الذين ينبغي على الأطراف الفاعلة في الأزمة التونسية دعمهم كي يتمكنوا من انتزاع خطبة التنظيم الدولي والإخوان على بلدهم محافظة عليهم قبل تدهور أوضاعه أكثر فأكثر. باعتقادي سوف تستمر الاحتجاجات في تونس أن لما تقوم الحكومة الحالية بتقديم تنازلات فورية للمتظاهرين، ومن هنا ليس مستبعد دخول البلد في أزمة أمنية عميقة إذا ما تحدثت الحكومة المحتجين مجددا بتعيين وزراء آخرين على شكل الذهبي، على اعتبار أن وجود شخصيات مشابهة لوزير الداخلية الجديد يعني زيادة نفوذ الإخوان، وهو أمر يرفضه الشارع التونسي الغاضب. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.